واول ما رحت النادي الاهلي كانت على بطوله افريقيا على طول، جون الصفاقس بتاع ابو تريكه 2006 2007 2006 2007، وخدنا السوبر المصري من انبي برضو وخدنا الدوري. فالنادي الاهلي على طول اي حد بيروح قبل ما يدخل النادي بيبقى على طول بيتكتب في السي بتاعه اللي هو اخد بطولات. يعني هروح لماتش الاهلي والصفاقس ده اكيد، لان يعني مشابه بشكل كبير جدا للظروف اللي موجوده فيها مباراه الاهلي والوداد، لكن عايزك تحكي لي عن التجربه الافريقيه مع الاهلي. انت ما شاركتش ولكن كنت عايش الاجواء دايما مع النادي الاهلي، والفتره دي كان الاهلي بدايات بقى نقدر نقول تحقيق البطولات الافريقيه ورا بعض، وكان مسيره كبيره جدا مع طبعا عدد كبير جدا من مواسم الدوري، وكانت الفتره نقدر نقول بدايه الذروه لفتره مانويل جوزيه. طبعا يعني اول ما رحنا النادي الاهلي طلعنا معسكر على فرنسا على طول، ورجعنا واحنا في فرنسا طلعنا من فرنسا على تونس، كان ماتش الصفاقس كان لسه دوري المجموعه، كنا في المجموعه كان الصفاقس معانا في المجموعه برضو. صعدنا احنا والصفاقس وفي الاخر قابلنا بعض برضو في النهائي الاهلي والصفاقس. ماتش الاياب الذهاب كان هنا كان في القاهره، اتعادلنا 1-1 طبعا. بس انا عاوز اقول لك برضو الجيل اللي كان موجود وقت ما كنا موجودين في النادي الاهلي 2006، جيل كان خلاص واخد على الضغوط ديت وعلى الخبرات، وكان الجمهور على طول موجود هنا كان بيملى الاستاد على طول. رحنا تونس كان الاستاد طبعا مليان، وكان في توفيق معانا غير طبيعي برضو في الجون بتاع ابو تريكه، يعني اللي هي الكره بتعمل لونج باس كده من شادي ومتعب، يعني متعب من كار اللي هو يطلع يلمس بدماغه وفلاف يلمس بدماغه وتنزل ابو تريكه يحط كره بشماله كده، فيها توفيق يعني الكره بيبقى فيها توفيق كبير طبعا. فطبعا انا شايف يعني الموقف مشابه، يعني نتيجه المباراه هنا بتاع الوداد احنا كان نامل ليها الماتش يخلص 2-0 طبعا، بس الجون ده جه، بس ده يخلي اللعيبه تركز اكتر. يعني انا شايف المباراه لو كانت خلصت 2-0 كان تحس اللعيبه برضه هتبقى راحه فيه ارتياحيه شويه، الجون ده يخليهم يركزوا اكتر، يبقوا مصممين ان هم ان شاء الله نروح ناخد البطوله من هناك، عشان هم بقالهم يعني مرتين ورا بعض هم اللي بياخدوها. فان شاء الله ده هيخلي الجون ده هيخلي اللعيبه مركزه تركيز عالي ان شاء الله. كابتن رامي، الاجواء اللي عشتها مع الاهلي في البطولات الافريقيه وتحديدا البطوله اللي انت عشتها معاهم في 2006 و2007، ايه اللي بيخلي النادي الاهلي يحقق البطوله؟ ايه اللي بيحصل في منظومه النادي الاهلي تخليه دايما يوصل لاخر نقطه يحقق بطوله 10 بطولات وقريبين جدا من 11؟ هو طبعا يعني السيستم اللي جوه النادي الاهلي من مجلس اداره اللعيبه، مجلس اداره من يعني انا على مدار مثلا 6-7 شهور دول ما شفتش الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب الا مره واحده لما الاسماعيلي كسبنا هنا في استاد القاهره 4. يعني هي ده الموقف اللي تلاقي النادي الاهلي في موقف صعب في ازمه بتشوف الاداره، غير كده هو سيستم محطوط كله ماشي عليه، يعني كل واحد واخد